نعتبر بأن ما قدمه النواب 14 أذار في هذا المجال كان أكبر من بيان وأكبر من وثيقة سياسية، وهم حازوا ثقة جميع اللبنانيين وخاصة جمهور 14 أذار جميعا. بدأنا بمرحلة العمل، مرحلة العمل من أجل إسقاط هذه الحكومة ومواجهة هذه الحكومة بشتى الوسائل. نكرر بأنه سنستمر بالحفاظ على الطابع السلمي والديمقراطي لهذه المعارضة. نحن لسنا من هواة من يحاول أن يستجر على لبنان وعلى اللبنانيين ويلات أمنية أو سياسية أو دبلوماسية. إذا اضطر بأنه يكون هناك تحرك شعبي لقوى 14 أذار لن نخاف ولن نتهاون، لأننا سنحترم القوانين وسنحترم مبدأ الديمقراطية وسننزل إلى الشارع. إنما هل هو الخيار الأول وهو خيار اليوم يعني قابل للتنفيذ؟ هذا يعني واصلين على استحقاقات. سيصدر المضمون للبيان الاتهامي وليس فقط أسماء بعض من اتهموا من خلال القرار الاتهامي خلال شهر آب. إذا تفلتت الدولة اللبنانية من التزاماتها بموضوع المحكمة الدولية وبموضوع مواكبة التحقيق، سنقوم بكل الخطوات اللازمة.